أضاف مدبولي أن هدف الحكومة يتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار في الداخل والخارج ومكافحة الإرهاب وصون الحرية. المحور الأول حماية الأمن القومي المصري، ويشمل هذا المحور تحقيق أمن المواطن المصري بما يتطلبه من تحقيق الاستقرار الأمني في الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في إطار القانون، وأهمها الحقوق السياسية وعدم التمييز، وتحفيزه على أداء واجباته وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة العامة واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقا للاستحقاقات الدستورية.